واش الخوت نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وتكونوا دوزتوا احسن ويكاند في العالم. المهم كما كتشوفوا هذه البلاصه دايره معروفه، حنا دابا في سوق العيون او لا سوق القريعه سوق الكلاب. اما الخوت لقينا عامر اليوم، يعني عندكم كيف زوينين، عندكم كليبات من اصناف مختلفين، غنصورهم لكم كاملين اليوم ان شاء الله، وغنضربوا بكم دويره باش تشوفوا الجديد اللي كاين في القريعه. وما تنساوش دير واحد ابوني الى ما كنتيش دير ابوني، وفعل الجرس وديروا لايك للفيديو، وما تنساوش ديروا لي كومونتير ديالكم باش تحفزوا انا وراني كنقرا كاع لي كومونتير اللي كتحطوا في القراهم كاملين وكنشوفوا الاحلى فيديوهات. خليكم مع الفيديو وشوفوا الكليبات اللي معاه. المهم الخوت كم اللي جينا غنبداو لكم بواحد الدكاير ديال دوبرمان صغير، عندو 3 شهور ياك، عندو 3 شهور الخوت فيرميفيج نتيوا نتيوا ديال الخوت خويا يلاه تباع. شحال طالب فيهم؟ 1700. راه عندو خوت اخرين من غير هذا، راه يلوح لكم التصويرات الا بغيتو تشريو. ولي النمره 06 80 01 11 54. اوا خوتي بياس اللهم بارك، دوبرمان زوينه. اي المهم الخوت هما واحد الفرق ديال المالينوا، عندهم شهر وخمس ايام تبارك الله. شحال طالب فيهم اخويا؟ 1400 اخويا فيكس. طالب فيهم 1400 فيكس الخوت، عندهم شهر وخمس ايام ياك؟ شهر وخمس، شهر وخمس ايام. اما هاي اموم الخوت، هاي اموم الخوت اللهم بارك، راه بياسه زوينه. هاهي النمره ديالك اخويا؟ 06 67 93 19 15. المهم الخوت هاي النمره اللي بغى ياخذ من عنده، راه عنده كليبات زوينين تبارك الله، بياسات اللهم بارك. طال فيهم 1400، عندهم شهر وخمس ايام. البيع هذا الاولى اللي بالناس اللي باغيين يتولعوا في الكليبات، ريد نويس امريكا، ريد نوت امريكا. خوت شحال عنده؟ عام وشهرين تبارك الله. هذا الاولى عن خوتي ماشي للبيع، هذا مولا قلنا لي نتصور، قال لنا الاولى تبارك الله، بيس زوينه اللهم بارك. اخوتي واحد الصطاف بوليدات تبارك الله، هما وليدات ديولا. شحال عندهم اخويا؟ عندهم شهر وجوج سيمانات تبارك الله. واخا تهز لي شي واحد باش يشوفوه بحال هكا. هما بياس اللهم بارك زوينين. شحال طالب فيهم؟ طالب فيهم 1200 الخوت. النمر ديالك 06 50 82 89 89 50. اللهم بارك اخوتي، ها هي النمره اللي بغى ياخذ من عنده، راه عنده بياس كثير. لما تبع لا باقى شيطان لي شي بياسه تاخذها من عنده، راه زوينين. ها هي هما الخوت. خوتها واحد البيرجي صغير، شحال عنده اخويا؟ اخويا شهرين و 3 سيمانات. عنده شهرين و 3 سيمانات اخوتي. شهر وثلاث ايام. شهر وثلاث ايام اخوتي، سمحوا لي، عنده شهر وثلاث ايام. شحال طالب فيها اخويا؟ كيقول فيه 1000 درهم اخوتي. اوا اللهم بارك. بيرجي المون زغبه حمراء. بيرجي المون زغبه حمراء، كينقز كيلعب، هادي ماشي شي واحد اللي كيخاف. النمره ديالك 06؟ ما حافظهاش حتى تقيد. صافي تنقيد لكم النمره اخوتي، راه طلع لكم في الفيديو هنا. ولا ما تباعش ها هو شريهم من عنده اخوتي، راه بيس زوينه اللهم بارك. الناس اللي كيقلبوا على الروت كيسولوني عليه ديما، ها هي انت ولا ذكر؟ هذا تكير وباقي جوج تكير وباقي جوج ذكور اخرين، باقي عندو جوج اخرين اخوت. ها هي الام، ها هي امهم، ها هي امهم بياس اللهم بارك. ها هو الابن ولده حتى هو راه تكير، وباقي عندو جوج اخرين اللي لقيتو هذا تباعدوه معاه، راه يلوح لكم التصويرات ديال الجوج اللي باقيين. شحال طالب فيه اخويا؟ طالب فيه 1700. طالب فيه 1700. شحال عنده؟ فهمتي؟ يلا عنده شهرين. عنده شهرين الخوت، طالب فيه 1700. هاي الام ديالو اخوتي، وباقي عنده جوج اخرين اللي لقيتو هذا تباع، مازال كاينين جوج اخرين الخوت.
حاجه نخيرو. النمره ديالك 06 07 07 00 38 40 96. هاي النمره اخوتي طلع لكم اللي بغى يشري الروت. ها هو راه مازال عنده جوج اخرين اللي لقيتو هذا تباع، راه يلوح لكم التصويرات ديال كليبات الاخرين. اللهم بارك، الله يسخر. المهم اخوتي هما واحد جوج ديال لي هاسكي سيبيريا وجوج مالينوا اخوتي، هما بياسات زوينين اللهم بارك. شحال عندهم اخويا هاد لي هاسكي؟ عندهم شهرين اخويا. عندهم شهرين والمالينوا؟ تا هما شهرين. تا هما شهرين مومادي. هي هادي هي موت المالينوا اخوتي. هي بياسه اللهم بارك. شحال كتلف فيهم؟ في المالينوا؟ المالينوا 2000 درهم. المالينوا 2000 درهم والهاسكي 1500. اللهم بارك، راه بياسات زوينين اخوتي. النمرة ديالك 06 21 51. المهم اخوتي راه إلا لقيتهم مازال عنده وبغيتو تاخذهم هما، راه بياسات زوينين اللهم بارك. المهم الخوت ها هو أول مرة نشوفه هنا في القريعة سلوكي. شحال عنده اخويا؟ عنده شهرين ونص الخوت، فاكسيني العيباش مازال. المهم ها هو خوتي راه بياسه زوينه، عنده شهرين ونص. شحال طالب فيه؟ طالب فيه 1500 درهم. ها والله ما بارك، راه بياسه زوينه. النمر ديالك اخويا 06 58 89 47 73. اللي بغا اخويا اللي بغا هو الخوت ها هو، راه بياسه زوينه سلوكي ديال الصيد. نتيوا ياك نتيوا الخوت. اللهم بارك. سميتها البراك. بريك لا راس براك. براك لا راس سميتها البراك الخوت ديال سباليون. اللهم بارك، عجبتني انا بعدا. المهم الخوت ها هو واحد الكير ديال الهاسكي سيبيريا. شحال عنده اخويا؟ 6 شهور. عنده 6 شهور الخوت. شحال طالب فيه؟ 12 طالب فيه 12 الخوت. فاكسان ديالو فيرمي فيه باقي لي جلبو، باقي لي جلبو وحده ديال 6 شهور. المهم ها هو راه بياسه اللهم بارك. النمره ديالك اخويا 06 07 07 77 82 61 50. المهم ها هو الخوت، لا ما تباعش اللي بغاه، راه بياسه اللهم بارك. خوت هاي واحد البياسه ديال الهاسكي زوينه تبارك الله. ها هي تبارك الله زوينه. شحال عندها اخويا؟ شهرين ونص. انتي وياك؟ انتي وعد شهرين ونص. دير الفاكسان الاول ديالها ياك؟ لا مازال ما درتش الفاكسان للخوت. شحال طالب فيها؟ طالب فيها 1300 الخوت. ها هي راه بياسه. النمرة ديالك اخويا 06 57 87 29. المهم هاي النمرة الخوت اللي بغا ياخذ من عنده هاد البياسة هادي، راه زوينة اللهم بارك. شي هو ديال الهاسكي عنده شهرين. المهم الخوت واحد مالين واخر دكير ياك دكير الخوت. شحال عنده؟ 3 شهور. هانتوما كيما كتشوفو اخوتي قباحة اللهم بارك. شحال طالب فيها اخويا؟ 3500. طالب فيه 3500 الخوت الشهور. القباحة كاينة، اللوين كاين، بياسة اللهم بارك زوينة. النمرة ديالك اخويا 06 08 دبل زيرو 21 91. المهم هاي النمرة اخوتي اللي بغاها، راه طالب فيه 3500، راه بياسة زوينة. المهم الخوت كليبات اللي كاينين في سوق القريعة صورناهم لكم، وضاربة فينا الشمس ديال بصح. هاهو زكريا تقابلنا مع الشمس زيد من هنا. هاهو جيت أنا واللاعب وحياة الله فريوس هاد السمية شحال ما سمعوها. المهم الخوت اللي وصلتوا لنا ما تنساش دير واحد لايك ودير كومونتير وبارطاجي الفيديو مع عشرانكم، ونتمنى هاد الفيديو ينال الإعجاب ديالكم. وصافي أصاحبي صافي الله عليهم تالله.